سمعت مرة عن مصطلح الساند بوكس؟ أي صندوق الرمل اللي يلعب فيه الطفل ويصنع منه عالم الخاص بقوانين وفلسفته البسيطة، فلان ما يلعب وفلان يلعب وما ينفع ندخل هذا وبهالطريقة ندخل هذا بقوانين يفرضها في حدود وما يقدر يطبقها خارج هذه الحدود. من هنا جاء مفهوم الساند بوكس، وهو من أكثر الكلمات شيوعاً في عالم الفنتك، وهدفه دعم المنتجات المبتكرة بتشريعات ومتطلبات تنظيمية، وبنفس الوقت تكون محددة بضوابط لحماية السوق والمتعاملين فيه بإشراف المشرعين اللي يمنحون تصريح مؤقت لتجربة المنتج في البيئة التجريبية تماماً، مثل البيئات اللي صممتها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية. الساند بوكس والفنتك لاب، واللي تعمل على جذب شركات الفنتك المتخصصة، وتحديداً اللي تسعى لتقديم منتجات أو خدمات مالية مبتكرة أو جديدة عشان تساهم في تحويل السوق السعودية لمركز مالي عالمي ذكي. طيب كيف يعمل الساند بوكس؟ تتلخص آلية عمله في عدة خطوات. أولها اختيار عدد معين من مقدمين خدمات الفنتك الجديدة، بعد كذا يتم اختبار خدماتهم في بيئة فعلية لمدة زمنية محددة في السوق السعودية. كل هذا يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تيسير الادخار والاستثمار والتمويل، وخلق فرص استثمارية وتنوع أكبر في منتجات التقنية المالية اللي تخدم المواطن، بما يواكب أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية الوطن 2030. عرفتوا الآن معنى الساند بوكس غير صندوق الرمل هذا؟